والله إليكم. تقول: زوجي يحضر أشياء من العمل وأخبره أن استخدامها لا يجوز، لكنه يقول أن مديرهم لا يقول شيئا وأنها للحكومة، فما حكم ذلك العمل؟ وهل علي إثم باستخدام ما يحضره من عمله؟ لا يجوز استخدام الأدوات التي للحكومة في المكتب، لا يجوز استخدامها في مصالح الشخص الخاصة، وإنما تستخدم هذه الوسائل وهذه الأشياء والأدوات لما خصصت له من العمل الوظيفي. أما استخدامها للمصالح الخاصة بالأشخاص فهذا أمر لا يجوز، لأن ولي الأمر لم يسمح لهم بذلك. نعم.